اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف 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 بالله عليك شو هذا؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والحالي ايش اقول ابو محمود؟ هذا اللي هو شهزين اسباني اصفر ما اصفر في عندك اسباني الاخضر ما شاء الله وفي عندك البراون التركي وفي عندك الوزيري ما شاء الله ابو محمود وفي عندك السوري. يعني تقريبا اليوم في خمسة أصناف الحين عندنا حاليا خمسة أصناف ما شاء الله. إن شاء الله الأيام اللي جاية تنزل بقية الأصناف، ينزل الجبلي وينزل سلطاني وكعب الغزال كعب الغزال عندك؟ كعب الغزال موجود ما شاء الله. طبعا تين كعب الغزال عشان نحدد تين كعب الغزالي ما شاء الله. أي يعطيك العافية. هذا الوزير أبو محمود، هذا وزيري. وزيري أشبه ما يكون للي إحنا نسميه الحساوي. لا هذا يختلف عن الحساوي. يختلف. الحساوي إحنا نسميه الجبلي. الجبلي. هذا وزيري. طيب الحساوي أصغر من ذه. أيوة. الجبلي عندكم أصغر من هذا. ويعني ممتاز إنه يعني طعمه سكري. حساوي لازم سكري يا ابو محمود. يعطيك العافيه ما شاء الله. انا لا اقول لو رحت لكم اسبوعين سميتوني ابو محمود الحساوي. احسن. ولا نزوجك حساوي وتصير حساوي بعد. ما شاء الله. في ذي لا يوصل للمرأة. ما شاء الله. شوف 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 الجمالية في المزرعة شلون هالمتسلقة عملها عريش بارد ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف شوف أشجار البابايا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ابو محمود حتى المتسلقة هذه عملتها عريش ما شاء الله. الحين هذه وعرفناها هذه شنو هذه؟ والله هذه في متسلقات واجد يعني هذه يسموها خف الجمل. اي هذه خف الجمل. هذه متسلقة والله ما اجهل اسمها بس هذه حلوة اكثر حاجة تدفع في الشتاء. معظم المتسلقات ايام الشتاء يخشوا. ابو محمود تدفع في الشتاء عكس المتسلقات كلها. هي المتسلقات الثانية تدخل سكون تخش فترة سكون في الشتاء بس هذه في الشتاء تدفع وتحصلها يطلع شكلها جميل. الحين هي متضررة الحين من الحرارة ايه. بس أيام الشتاء تدفع وتدرز ما شاء الله. أبو محمود بحار بحار ومزارع ما شاء الله. هذا الحين بوم لانج ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شلونك سيدنا؟ هلا والله. وانت ويا ابو محمود ولا مسير اليوم؟ احنا مسيرين جماعه مسيرين. طول عمرك ما شاء الله ما شاء الله. ابو محمود هذا التوثه شوف داهنها هنا بهالابيض. شنو هالابيض؟ هذا الابيض نوره ايه مع كبريتات النحاس. هذا احنا لما نقص اي غصن لازم نعقم محل الغصن هذا بكبريتات النحاس مع النورة عشان نحمي الجزء المقطوع هذا من الشجرة من الامراض الفطرية والتصمغ اللي منها والتصمغ والتفحم ايه. فكذا احنا ناخذ هذا. طبعا ملاحظة مهمة جدا دائما في التقليم نورة مع كبريتات كبريتات النحاس نخلطها بشكل محسوب وكذا وندهن بها الساق وندهن بها الأجزاء المقطوعة فتاخذ عمر طويل جدا. اللي يقولك عنده إصابات التوت فيها تفحم اتخذ هذه الطريقة تعطيك حماية طويلة الأمد. أيضا الجميل في أبو محمود سور المزرعة كلها متسلقات تعمل ذرة ست الحسن ولا غيرها تعمل ذرة وتبريد للأشجار كلها. هذا ما شاء الله ما شاء الله. شوف اللوز شقد جميل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وصلنا على محمد وآل محمد شيء جميل صراحة ما شاء الله. زراعة المكثفة تعمل تبريد
وجعلنا بينهم زرعة. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم شوف، فتعطيك مواصفات الجنة بشكل جميل جدا. محمود، هذا برميل التخمير الأسمدة، هذا السر. أيوة هذا الله يسلم. طيب خلينا احنا نتكلم أبو محمود بالمنطق، تخميرك للأسمدة أنت محسوب، مو بتخمير عشوائي. لا لا محسوب، شيء محسوب. يعني في عندنا اللي هو سماد سمكي، ايه، وعندنا سماد طحالب، ايه، وعندنا سماد مال حمام ودجاج، في سماد دواجن، كل هذا مخمره بشكل محسوب. محسوب انا ارجع واقول محسوب. أيوة محسوب، يعني مو بكل شخص يجي يخمر ويقول انا خمرت وتطلع عندي. ايه هذه الاسمده ترى استعمالها يعني بطريقه خاطئه، بطريقه خاطئه بشكل زايد يحرق الشجر، يعطي نتيجة عكسية. أيه. فلازم الواحد يعرف كيفية اللي هو عمل هذه الأسمدة، كيفية خلطها مع الماء، النسبة المناسبة لإضافتها للأشجار عشان تعطي النتيجة المرجوة. إن الواحد يحسبها بطريقة صحيحة. أيوة، إن الواحد يستخدمها بشكل عشوائي بزيادة بنسبة زايدة تحرق الشجر ترى وتعطيك نتيجة عكسية. فنرجع نتيجة ونقول عكسية. التخمير أنا سبق وصورت طبعاً مع أحد المهندسين وتكلمنا أنه التخمير إذا مو بطريقة محسوبة وعلمية غير صحيح، مضبوط؟ مضبوط، ما شاء الله. في هذ... كثيرة طبعاً إحنا نستخدمها الـ EM1 هذه. ايه. إحنا نستخدمها في تخمير الأسمدة، طبعاً هذه تساعد في التسريع. أيوة، بكتيريا نافعة. ايه. من اللي هو الرز النشويات ومن الألبان، البكتيريا اللي هنا ولا هنا نخلطها ونستخدمها الـ EM1. ما شاء الله، تعطيتنا سر الحين. الله يسلمك. يعطيك العافيه. هذا التين البراون. التين ما شاء الله، ايش كثافة اللوز عندك ما شاء الله. كم فصيلة لوز عندك ابو محمود؟ عندي فيها اصناف متعددة، يعني عدد العدد عدد الاصناف، عدد الاصناف يمكن حول 5-6. انا قاعد اوحد الصنف، الاصناف الممتازة هي اللي تخليني. ايوه قاعد اطعم منها واكاثرها، قاعد اوحد الصنف. هذا مبين انت مطعم عندنا، هذه هذا مطعم صنفين مركب هنا. لا صنف واحد هو بس غصنين. بس غصنين، اي تطعيمين مركب. هذا يسموه الحبان البكير. ايه ما شاء الله. بس ليش رقيت لفوق واجد؟ ليش رقيت لفوق؟ يعني بارتفاع متر؟ لا. ليش ما نزلت في التطعيم؟ انا اتكلم، ليش ما نزلت في التطعيم اللي تحت هنا؟ هذا لانه وش الصنف على طول ينشر. ايه من الصنف البلدي اللي يطلع فوق على طول. ايه فانت تركت له المجال. ايوه عطيت مجال عشان ينشر يعني بشكل جميل مناسبه. ايه ما شاء الله. إيه هذه ملاحظه مهمه فوق جدا. ما شاء الله، ونفس الشيء الدهان الساق. محمود شلون البوبه كذا جايسه؟ حاط عليه الشبك هذا عشان ذبابه الفاكهه ما تجي ومجدي، يعني الحين الشبك هذا مجدي لذبابه الفاكهه. انا الحين حاله على تجربة. قيد التجربه. اي انت لك تجربه في ذبابه الفاكهه، بناخذها بالتفصيل. ما شاء الله مكافحتها. ما شاء الله، ويلي ما شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد، احجام جدا جميله، ربي يبارك لك. كلها ريد ليدي. هذا ريد ليدي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شفت تقارب الأشجار، المسافة بين شجرة وشجرة اللوز كم؟ تقريبا 3 متر، بس المسافة قصيرة يعتبر. ايه. المفروض يعني 5-6 متر بس في الحر عندنا تقارب زين بعد. ايه. انا مسوي زراعة مكثفة كده عشان يعني الأشجار مكافحة الحرارة. ايه. بلا صحيح تكون متقاربة وأفضل لحمايتها يعني. إيه ما شاء الله أبو محمود، ما شاء الله أبو محمود. شوف هذا المخف ركب له جبير إذا لا ينكسر. لأن ساعات بعد ما تطعمه ويطول مع الهواء تحصل هذا ينكسر. الطعم ينكسر وراح تعبك يا صابر. شوف الحين مع التطعيم بدأ يجلس على الأعصاب لين يصير قوي. شوف هذا مثل الجبير الحين مع الهواء ولا حاجة لا ينكسر التطعيم. أنا مسويها في توثة بيت الوالدة، مسويها كذا. أبو محمود حبيبي، لك تجربة في معالجة ذبابة الفاكهة، طريقة جميلة جدا. هذه الصيادة الحشرات المعتادة. نعم. اللي متوفرة في المحلات، أنت طورت عليها بطريقة معينة، إيش سويت؟ اللي سويته شلت اللي هو الشبك الخارجي. إيه. وعشان الحشرة على طول تجي مباشرة توقف على الأسلاك الصاعقة مباشرة. مباشره. ايه ما تقعد على الاسلاك الخارجيه. بعدين حطيت اللي هو خلقه هنا قطعه القماش. ايوه قطعه القماش هذه نثبتها هنا على الليت
ونرش عليها رشة واحدة من الفرمون. الفرمون الفرمون جاذب لذبابة الذكور الفاكهة. جاذب للذكور هو. للذكور ايه. فعلى طول يجي ذبابة الفاكهة وتوقف على الصاعق والصاعق يقضي عليها يقضي عليها. يعني في اليوم سوينا احصائية في اليوم خلال 3-4 ساعات تقضي على اكثر من 1000 ذبابة فاكهة. يعني اذا انا ركبت المزرعة 3-4 على حجم المزرعة على حجم المحاصيل راح اقضي على كمية كبيرة جدا. نعم بس لازم محمود بس انه يستحسن انك تاخذ المصيدة هذه وتخليها بعيد عن المحاصيل اللي عندك. تخليها على الحدود بالاطراف يعني. بعيد يعني اذا قدرت تباعد هذه حوالي 100-200 متر بعيد عن المحاصيل عشان دبابة الفاكهة تكون بعيد عن المزرعة. لا تجي. انا عندي شجرة هناك تبعد عن المحاصيل حوالي 100 متر. ايه. اخلي فيها مادلي واير هناك واخلي فيها المصيدة هذه. وكل ذباب الفاكهة يتجه هذيك الجهة ما يدخل داخل المزرعة اللي داخل المزرعة كله يتجمع برا. أيوة بس هذه يبغى لها تعاون من المزارعين عشان المكافحة تكون جماعية وتكون فعالة أكثر. فعالة أكثر. أنت بالنسبة لك أدت عمل ممتاز جدا. ممتاز كل موسم راح تستخدمها. كل موسم قبل اللي هو الإنتاج بفترة معينة أخذها وطلعها برا عشان نقضي على جزء كبير كده. والفرمون هذا متوفر في محلات الزراعة. الفرمون متوفر في محلات الزراعة بس يبغى لها تعاون. يبغى لها بس تعاون الجميع عشان نطلع بها بشيء جميل يعني. تعاون الجميع في استعمالها وتعاون الجميع في المكافحة بحيث أن الثمار المصابة يشيلوها يتخلصون منها بشكل سليم. ما شاء الله. عشان الدبابة الفاكهة هذه لا تنتشر. ما يصير انك تكافح من جهة وجارك ما يكافح وما جارك ما يكافح عنده ثمار مصابة وصاير مزرعته كانها بؤرة لدبابة الفاكهة. طبعا الجميل هذه ما تستهلك طاقة كبيرة فحتى على الطاقة الشمسية تشتغل للمزارع اللي ما فيها كهرباء ممكن تبرمجها على الطاقة الكهربائية ولا أنا غلطانة على الطاقة الشمسية آسف. أنا ما جربت بس ربما تضبط تضبط لأن ما تستهلك دي ما فيها غير الإنارة. ما تستهلك. ايه يعطيك العافية. ما شاء الله زارع التين كله بالزراعة المكثفة أبو محمود. زراعة مكثفة و... يعني عشان الأشجار تحمي بعضها و... ما شاء عن الله. الحرارة عن الحرارة عن الرياح. في الصيف تغطي بالركلين؟ لا ما أغطي اللهم هناك بس مصد عن الهواء. شوف أي الذرة أنت حتى هنا مبين. أيوة هذا ذرة كل في الجنب أنت مخليه على الجنب بس عشان اللافوح الهواء اللي يجي بس. ما شاء الله ما شاء الله. كم صنف عندك هنا تين؟ هنا في حوالي 11 صنف. ما شاء الله 11 صنف انت زرعت اللي مطلوب في السوق. ايوه انا ركزت على الاصناف الغزيره في الانتاج وفي اصناف لا زالت قيد التجربه نشوف انتاجها وتشوف كيف تفاعلها للبيئه لبيئه مزرعتك بالاصل. ايوه تتحمل الاجواء حقتنا. ما شاء الله ما شاء الله كل زراعه مكثفه دي يعني حتى ما في مترين تقريبا بين الشجره والشجره. زراعه مكثفه بعد زراعه مكثفه قد التجربه لو فيها تقدر تقلعها وتنقلها. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. خلينا نشوف انا عجبني هنا المنظر جميل تصور وش الحق. ما شاء الله ما شاء الله ابو محمود. والله الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. هذا الاصفر الاسباني. ايه هذا الاسباني الاصفر طبعا جنينا اليوم هذا مجني. في واحده انا باخذها. لا لا لينه لينه يا ابو محمود. ها شوف شوف والله والله ما شاء الله ما شاء الله. عاد انا بقدع اسمح لي يا ابو محمود خذ راحه. هذا الاسباني الاصفر ابو محمود. ايوه عسل ما شاء الله ما شاء الله. غزاره انتاج غير طبيعي ابو محمود. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف شلون الحجام بس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء طبعًا الله. طبعا احنا جانين اليوم هذا اللي هذا ما شاء الله ثمر شلناه صراحه ابو محمود. ما شاء الله صراحه ما اقول له ربي يبارك لك يا ابو محمود. شوف هذا ما شاء الله كثافه انتاج غزاره ما شاء الله ما شاء الله ابو محمود ما شاء الله. هذا سوري له هذا الصنف السوري. سوري يسموه الكويتين تين جاسم ما شاء الله. هذا كم يحمل كم وقت عندك انت بالظروف العاديه؟ انا عندي طول السنه هنا بس اللهم يضعف انتاجي مع اشتداد الحراره. حراره ايه وطبعا الانتاج الشتوي ممتاز جدا جدا. ايه لا صار في الشتاء انتاجه ألذ من الحراره ألذ بواجد. هو الانتاج هالايام ده بعد ممتاز جدا يعني. هذا
هذا احنا في الشاوية الحين وفي هالحرارة ما شاء الله. شفتوا قبل شوي التصوير الأحجام كيف تسوي ما شاء الله. أبو محمود وتقليمك جائر. تقليم جائر. نعم جائر. الله خلوني بس هنا لا تطلعوني بس وسط التيم. ما شاء الله ايش هالزين أبو محمود. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وزارة التاج مود على 1500 متر تقريبا 1000 إلى 1500 متر اقتصاديا التين منتج أو لا؟ التين طبعا منتج بس بشرطها وشروطها يعني الواحد يختار أصناف غزيرة مجزية ويرتب ما بينها بحيث أنه يكون عنده إنتاج طول السنة يخلص انتاج انتاج الثاني يخلص انتاج اللي يجي انتاج انتاج شتوي وانتاج صيفي على طول اللي يكون باستمرار اصناف يكون موجوده واصناف على طول تجي عقبها يعني الانتاج يكون مستمر غير كذا يستفيد من البيع العقل يستفيد من التشتيل غير كذا التسويق المباشر يعني منه الى الزبون مباشره أيوة انت مباشرة. ما تنزل حراج بيعك مباشر لا على طول كله بالحجز والزباين يعني موجودين كلهم يجوا يحجزوا وياخذوا صناديقهم فهذا يعني فايده انت تنتج شتلات الشتلات هي انتج ما شاء الله وفي عقل بعد ما شاء الله شدتني حجم الورقه ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اسال ابو محمود يقول لي سلطاني خلينا نشوف الحمل شلون الوفرة ما شاء الله شيء جميل جدا ابو محمود السلطاني باقي عليه إيه لسه هذا ما بدا الايام اللي جايه ان شاء الله بيكون متوفر ايش ميزة السلطاني سلطاني في له ثمارين ثمار صيفي وثمار شتوي طيب في ناس تسميه بعد الفرنسي أيه. بس يعني المسميين يرجعوا الى صنف واحد الى صنف واحد ايوه في ثمر صيفي وتطلع ثمره اللي هو صفراء أيه. ومن داخل زي المربى وفي الشتاء الله. تصير خضراء ومن داخل احمر بعد زي المربى تقلب اللونين يعني ايوه بس يعني طعمها ممتاز جدا جدا يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ابو محمود ورقات مشرشره هذا كعب الغزال ها نعم هذه شجرة كعب الغزال بس اللي مبين عندي مو بوفرة إنتاج ولا باقي عليه لا لسه ده هو بعد عليه لسه يعني طالع أيه. الثمار لسه طالعة ولسه على ما ينضج بعد يأخذ لفترة يأخذ لفترة لسه باقي إنتاج حليو يعني على حسب حجم الشجرة وكبرها يعني. أيه. الحين هذه كم عمرها خلينا نصور الساق هذه عمرها حول 3 سنوات 3 سنوات شو حجم الساق هنا ما شاء الله مجدية بالنسبة لك تمام كاقتناء زين حليوة يعني وهي من النوادر حلو بعد لا صار كعب الغزالي بس هذه طعم إليها طعم فريد من نوعه يعني معظم التين كل فصيلة متقارب ايه؟ طعمه متقارب ايه؟ إلا أن هذه طعمها مختلف عن التين شلون طعمها شو اللي يفرق طعمها فريد من نوعه أنا ما أعرف أوصفه إيه لك بس لو أقدم لك الثمرة هذه وتذوقها بتقول أن هذه طعمها مختلف عن كل التين بنجيك في وقتها نعم بس بعد هذا مو يعني هذا بشرة الانتاج كعب الغزال انا باجك باخذها عاد بس هذه لسه يعني مو ناضجة عدل مو ناضجة عدل بس شلون شكلها صدق مثل الخوخ كعب الغزال شايفها ما شاء الله شوف حاط الركلين بس في الجوانب زين شويه هنا على بعض الاصناف فقط اللي تحتاج شويه ذره بس الزراعه المكثفه مسويه جوها فمستغني كثير سلم ديادك مستغني كثير عن تغطيه كامل في اوقات معينه تغطي ابو محمود كنت يوم كانت عندي شتلات صغيره كنت اغطي عشان نحميها من الظروف الجويه بس الحين صارت اشجار كبيره وخلاص يعني مع الزرع المكثفة تحمي نفسها وقاومت شوي الظل الزايد ترى يأثر في الانتاج يكون ايه. الانتاج أقل ويعطيك نمو خضري بزيادة تطاول ايه تطاول وفي بعض الأصناف ما تثمر بعد اوه ايه مع التضليل الشمس أساسا ما تكتمل الشجرة إلا بالبناء الضوئي أبو محمود هذه الحين أنت غرست هالشتلة في شهر كم
شهر تسعة، في شهر تسعة تقريبا، في شهر تسعة ايه تسعة عشرة كده ايه، واحنا في شهر ستة الحين. نعم واحنا في شهر ستة. خلنا نشوف انتاجها ما شاء الله، هذا توهب يعني تعتبر شوف من تحت من الاساس، شوف شوف الحجم ما شاء الله ما شاء الله، ولسه وهذه توها بعمر تسع شهور وانتاجهم اللهم صل على محمد وآل محمد بهالكثافة. هذه مكشوف طبعا، لو هي في محمي بعد تكون اكبر من كذا اكبر، بس انت ما تبيها اكبر، انت تبي انتاج، وحصلت على انتاج. شوف هذه، شوف الانتاج شلون الحجم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. التنوع طبعا في المحاصيل عامل مهم يعني في المزرعة، انت لما يكون عندك محاصيل متنوعة انتاج مستمر على طول، يعني أي أحد بيجي المزرعة يكون عندك محصول التوف غير التوف، البوبي اللوز، التوف بأنواعه بأنواعه طبعا، والبوبي صنف بس البلدي، في صنف كشميري، في صنف باكستاني، في صنف إيراني، البوبي اللوز، اللوز أصناف متعددة، بعد التنويع بعد عامل مهم، غير كده بعد التين، التين بعد التنويع شيء مهم، لا يتكل على صنف واحد. أيوة ما يتكل على صنف واحد، لما يعني لما واحد ينوع يكون طول السنة عنده محاصيل بشكل مستمر، كعكاع وغير الكعكاع، حتى الحشايش إذا قدر يزرع، غير كده لو كان عنده بيجيب له أغنام، بيجيب له دجاج كلها سلة غذائية متكاملة. نعم تعقيبا على كلامك الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم يقول تؤتي أكلها كل حين بأمر ربها، صدق الله العظيم. المفروض التنوع مطلوب ومهم جدا. شكرا جزيلا أبو محمود الأخ العزيز حسن الداود، مزرعته وقلبه قبل مزرعته مفتوح للجميع، بنحط لكم رقم التواصل الخاص فيه للحجز وللزيارات، التواصل قبل. يعطيك العافية أبو محمود. الله يسلمكم إن شاء الله، وتشرفنا بجيكم أخونا عبد الله حبيبي، الله يسلمكم.